واحد صاحبي نزل ضيف عند احد الطيبين، قبل ما ينام صاحب البيت قال له لو عايز تصحى قبل الفجر بنص ساعة أصحيك، عايز تصحى للأذان أصحيك، عايز تصحى الساعة 3 أصحيك. قال له لا لا، صحيني في الوقت المعتاد عندكم. قال له أنا بصحى قبل الفجر بنص ساعة، يا دوب ألحق لي ركعتين قبل الأذان، لكن مراتي من يوم ما اتجوزتها من حوالي 15 سنة بتصحى الساعة 3 بالليل وما تنامش تاني لحد الفجر. قال له ليه كده؟ قال له لأنها من يوم ما كانت صغيرة أبوها قال لها يا بني من لقي الله بغير قيام ليل لقي الله فقيرا. فمن يومها وهي لا تفوت قيام الليل ولو مرة. الحقيقة كلمة الراجل أثرت فيها جدا، فعلا اللي بيضيع الليل الطويل ده بدون سجدة ولا آية ولا دعوة فقير، وأي فقير، فقير اللي يحرم نفسه من وضاءة الوجه والقلب، زي ما قال سيدنا الحسن البصري لما سألوه لما نرى في وجوه من يقوم الليل نورا، فقال لأنهم خلوا بالرحمن فكساهم نورا من نوره. فقيل لأنه حرم من ضحك ربنا لي واستبشاره بي، كما في الحديث ثلاث يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، وذكر منهم ورجل له امرأة حسنة وفراش لين حسن فقام من الليل، فيقول الله عز وجل ترك شهوته من أجلي ولو شاء رقد. فقير اللي حرم نفسه أن يكون من الفئة المختارة اللي ربنا بيختارها لقيام الليل، زي ما الجارية سمعها سيدها وهي بتقول اللهم بحبك لي إلا غفرت لي، فقال وكيف علمت أنه يحبك؟ قالت لأنه أيقظني وتركك. يا أخي الحبيب أدرك نفسك ولا تكن من هؤلاء الفقراء الذين يأتون يوم القيامة أفقر ما يكونون، بينما غيرهم يأتون يوم القيامة من فرط قيامهم لليل ملوك وأمراء.